دولار. ما هي برأيك يعني المحفزات التي حكومة ما بعد الأسد تقديمها لاختراق الكتائب، أو لنقل لإعادة هيكلتها من جديد بما يتناسب والصالح العام للدولة السورية الجديدة؟ نعم أستاذ، نعم أستاذ الكريم، يعني يجب أن يكون السلاح يعني الحكومة التي ستأتي ما بعد إسقاط هذا النظام، يعني يجب أن يكون السلاح ضمن إطار الشرعية الوطنية والتي ستنتخب من الداخل السوري بعيدا عن فوضى السلاح. وكما نرى يعني المجالس العسكرية وكتاب الجيش السوري الحر الآن وبعون الله تتوحد، يعني نحن الآن أمام يعني الجيش السوري الحر الآن، يعني يجب أن لا نكون كما يعني بما نشاهد الذي يحدث الآن في ليبيا الشقيقة وفوضى السلاح التي عمتها الآن. يعني لذلك علينا وعلى القيادة التي ستأتي في بعد سقوط هذا النظام يعني تشكيل لجان لضم هذا السلاح إلى مستودعات الجيش الوطني الذي سوف يتم تشكيله بعد إسقاط هذا النظام، لكي يعني نبتعد عن فوضى السلاح التي سوف تعم سوريا. نعم طيب، ابقى معي أسأل لأنتقل إلى السيد عمر